السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أنا محمود وفيديو جديد على قناة هانو باتش فريو. النهارده إن شاء الله موضوعنا مختلف شوية وهو عن الأونلاين، عن أونلاين إيه؟ عن البريميوم. فيديو النهارده هكلمك على البريميوم اللي إحنا عملناه في عندنا في الموقع. طبعا زي ما كنت أعلنت من كام يوم كده على صفحة الفيسبوك وعلى الموقع عن البريميوم جروب أو نظام البريميوم. هكلمك النهاردة عنه وعن تفاصيله بالتفصيل كمان اكتر عشان في ناس اللي هي ما فهمتش من الورق اللي انا كتبته، من التدوينة اللي انا كتبها. الفيديو النهاردة مش هياخد مننا 3-4 دقايق. فطبعا احنا قررنا على بداية سنة 2024 ان احنا نقدم بعض الخدمات الجديدة واننا نحاول على قد ما نقدر نطور من نفسنا ومن شغلنا اكتر واكتر ان شاء الله. وكان قدامنا حاجة من اتنين، الاولى وهي اننا فاتحين باب التبرع لشغلنا من الصيف اللي فات على فكرة، ولكن مفيش حد اهتم بموضوع التبرع. لو دخلت على الموقع هتلاقي فيه فوق كده جنب اباوت وكونتاكت اس وسياسة الخصوصية والارشيف، هتلاقي فيه جنبها حاجة كده اسمها اتبرع لنا. لو دخلت عليها هتلاقي ان انا حاطط وسائل ان انت تقدر تتبرع للشغل بتاعنا علشان نساهم في تطويره اكتر واكتر، ولكن الموضوع ده ما حدش اهتم بيه. فكان احنا الحاجة التانية اللي قدامنا هي موضوع البريميوم. والبريميوم ده قبل اي حاجه بس حابب انوه ان مهما حصل في الباتشات بتاعتنا فهي هتفضل دايما مجانيه، يعني هي مجانيه وهتفضل دايما مجانيه باذن الله، وهتقدر تحملها زيك زي اي حد، مفيش تمييز بينك وبين اي حد عندنا. لكن الفكره بتاعت جروب البريميوم اللي احنا عاملينه هي ان احنا في بعض الحاجات الاضافيه اللي هتكون متقدمه بعنصر بشري شخصي، يعني انا اللي هكون بقدمها لك، يعني دي خدمة مننا، فطبعا طالما خدمة مني انا شخصيا فاكيد لازم يكون ليها مقابل. فانت دلوقتي مش بتعرف تحمل، مش بتعرف تعدل اختصارات، مش بتعرف، ما بتحبش، ما عندكش احترافية او ما عندكش مهارة في انك انت تتخطى اللينكات والكلام ده، عشان تتجنب ان انت تحمل اي ملف غلط او ان انت مش الدنيا عندك مش متزبطة يعني. المهم فاحنا هنوفر عليك حاجة. انت دلوقتي يعني وخد بالك السعر اللي انا حطيته لك ده سعر ميت جدا. انا بديك سعر لمدة سنة، انت عارف شغلنا بينزل في السنة دي كام باتش اصلا والكام لعبة وكام تحديث، فكل الحاجات دي انت بتاخدها بلينك مباشر مرفوع مخصوص ليك انت شخصيا على ميديا فاير. يعني احنا بنرفع لك اساسا بلينكات غير اللينكات المرفوعة للناس كلها، فاحنا بنرفع لك بلينكات على ميديا فاير عشان دي اسهل لينكات للتحميل وما فيش ربح مني ليها، يعني انا مش ربحان منها حاجة. فانا كده اديتك لينكات سريعه في التحميل ودايما شغاله ولينكات ما فيهاش اي مشاكل، هتحمل من غير ما تعدي اختصارات ولا اي حاجه. بمجرد ما الباتش بتاعنا بينزل او التحديث بتاعنا ما هينزل هتلاقي ان انت على الجيميل بتاعك، هقول لك دلوقتي يعني ازاي هتتواصل معانا وكده، على الايميل بتاعك اللي انت اشتركت منه هتلاقيني باعت لك اللينكات بتاعه الباتش اللي نزل، اللي لسه مثلا دلوقتي النهارده قلت لك مثلا النهارده الساعه 7 في نازل باتش في 4 لبيس 17، فالساعة 7 هتخش تتفرج على الفيديو بتاع الباتش، وعشان تحمل هتلاقي اللينكات مبعوتة لك على الايميل اللي انت تواصلت معايا منه او اللي اشتركت فيه تلقائيا. الناس التانية بقى اللي هي مش عايزة تشترك هتلاقي على اليوتيوب، قلت لك النهاردة الساعة 7 نازل باتش في 4، هتخش على الفيديو بتاع في 4، هتخش على وصف الفيديو هتلاقي لينك، ده هيوديك للموقع بتاعنا وهتحمل زي ما بتحمل على طول. فانا مفيش فرق بينك وبين اي حد في تاريخ او في وقت او في ميعاد تحميل الباتش بتاعنا، بتحمل الباتش في نفس الوقت انت او غيرك. نفس الفكره البريميوم والعادي الاثنين بيحملوا الباتش في نفس الوقت، انما الفكره كلها في ان البريميوم انا بوفر عليك اختصار الروابط واوفر عليك المواقع الرفع اللي بتكون فيها اعلانات والكلام ده. فانا ودي يعني تعتبر خساره ليا، لان انا يعني انت مثلا انا ممكن الموضوع بتاع البريميوم ده ما يشتركش فيه مثلا غير 10-20 واحد عادي، انا ما عنديش مشكله، ولكن انا كده يعني مفيش ربح من اختصار روابط، مفيش ربح من مواقع رفع على مدار السنه. يعني انا ممكن في السنه دي نزلت مثلا 3-4 باتشات ونزلت لكل باتش فيهم 3 تحديثات، فاضرب 3×4 ب 12 و4 باتشات يبقى كده عندك كام؟ 16. فعندك 16 باتش نزل كل باتش فيه جوه ملفات اختصار روابط ومواقع رفع. فانت ال 100 جنيه دي انت عارف ال 100 جنيه دي يعني كام دولار؟ يعني حوالي 3 دولار او 3 ونص مثلا او 3.4 من 10 حاجه زي كده. ف 3.4 من 10 دولار انت بتشترك بيهم على مدار سنه كامله من 1/1/2024 لحد 31/12/2024، على مدار السنه كامله بتاخد كل الباتشات بتاعتنا بشكل
مباشر على طول بدون اي اختصار رابط. طبعا انت لو من مصر هتلاقيها ب 100 جنيه، انما انت لو من بره مصر فهتلاقيها 5 دولار. 100 جنيه دي لو انت هتدفع فودافون كاش، 5 دولار لو انت هتدفع على البي بال. وان شاء الله الفتره الجايه نحاول نوفر فرص يعني دفع اكتر، سواء كان باينانس او باير، او هنحاول ان احنا نحط موضوع ال اسمها ايه الانستا باي والكلام ده، هنحاول ان احنا نوفر الموضوع ده ان شاء الله ونطور من الموضوع ده اكتر واكتر باذن الله. فانا معرفش كده، انا يعني زي ما قلت لك انا هدفي الاول والاخير انا مش بجبرك على حاجه، وما رضيتش ان انا اقدم في الجروب البريميوم ده خاصيه ان انا ابعت لك لينكات الباتش قبله باسبوع او اسبوعين. يعني ما اقولش مثلا ان البريميوم ده هياخد الباتش ويجربه قبل ما ينزل للناس كلها بمده اسبوعين مثلا، لا. ليه؟ لان انا مش بذلك او مش ببتزك او مش بجبرك على حاجه، انا بس بديلك حريه اختيار في التحميل، انت حر تختار الطريقه اللي تعجبك. الموضوع ده زي ما قلت لك بينتهي صلاحيته في نهايه عام 2024، يعني خد بالك ان انت حتى لو جيت اشتركت في شهر 12 2024 فانت هيبقى قدامك شهر بس. انا الموضوع بدأه من 1/1/2024 لحد 31/12/2024، يعني مده 12 شهر من اول الاشتراك بتاعك. اما تشترك من اول يوم هتشترك من تاني شهر هيبقى فاضل لك في الاشتراك 11 شهر، تالت شهر هيبقى فاضل لك 10، وهكذا يعني عشان احنا ما نقعدش نحسب فيها. طيب دلوقتي بقى موضوع ازاي هتدفع. بص بقى يا معلم، في رقم فودافون مبدئيا في لينك هتلاقيه في وصف الفيديو ده هتخش عليه، عشان برضو ايه ده اللينك اللي فيه اصلا التفاصيل كلها فلازم تخش عليه كده كده. فهتخش على اللينك ده هتلاقي ان انا ايه تحت كده عند طرق الدفع هتلاقي ان انا بقول لك بتدفع من فودافون كاش على رقم كذا، وحاطط لك الرقم. بعد ما تدفع او تحول ال 100 جنيه دي على فودافون كاش هتاخد سكرين شوت، او انت لو مثلا رحت دفعت من فوري او حاجه حاول تخليه يصور لك الشاشه اللي هو دفع منها. المهم تجيب لي اثبات ان انت دفعت وتبعت السكرين شوت ده، فتبعت لي السكرين شوت هتبعته فين؟ على الايميل اللي هو ايه فوتبول ميني باتش @gmail.com، والايميل ده محطوط على الموقع يعني كده كده ما تقلقش، انا قلت لك في لينك في وصف الفيديو عليه الكلام ده كله، بس بشرح لك شفوي. فانت هتحول الفلوس على الرقم فودافون كاش وتاخد سكرين شوت وتبعت لي على الايميل ده تقول لي ان انت اشتراك هانو باتش، تبعت كده اشتراك هانو باتش، ده العنوان بتاع الرساله بتاعتك اشتراك هانو باتش، وتبعت السكرين شوت دي. تمام تمام انا بمجرد تاكيد التفعيل ببعت لك كل لينكات الباتشات اللي نزلت من او يعني انت مثلا خد بالك انت مثلا جيت اشتركت في شهر 2 او في شهر 3، فانت بمجرد الاشتراك انا ببعت لك لينكات الباتشات اللي نزلت قبل ما انت تشترك واللي هتنزل لك بعد ما تشترك. طب احنا دلوقتي علشان طبعا من شهر واحد احنا مفيش باتشات عملناها النهارده، مفيش باتشات لسه عاملينها، ولكن كان في باتشات اتعملت في الشهر اللي فات اللي هو شهر 12، فانا دي هبعتها لك اللي هي بي 17 نيكس سيزون ميني باتش في 6 وفي 6.1 وهانو ميني باتش في 10 البي 17 وبي 13 اي فوتبول هانو في 3. فكل لينكات الاربع باتشات دول هتلاقيني بعتها لك بمجرد اشتراكك، من اول ما تشترك في اي وقت هتلاقي الاربعه دول مبعوتين لك. بعد كده بقى يعني بعد كده بمجرد زي ما قلت لك ان اي باتش هينزل هتلاقي اللينكات ببعتها لك على نفس الايميل اللي انت بعت لي منه اشتراك هانو باتش ده، انا ببعت لك بقول لك بقول لك دي لينكات الباتش كذا. تمام تمام اعتقد كده انا عرفتك ازاي هتدفع وازاي هتاكد الاشتراك بتاعك ان انت تبعت لي رساله على الجيميل. طب انت لو من بره مصر وحابب تشترك معانا من بره مصر فهي 5 دولار هتبعتها على البي بال، وحاطط لك ايميل برضو الدفع بتاع البي بال في الموقع اللي هتلاقيه في وصف الفيديو. تمام وبرضو نفس الكلام انت هتبعت سكرين شوت على الجيميل وتكتب برضو اشتراك هانو باتش. طبعا هيتم التواصل معاك ان شاء الله على طول وهيتم ارسال اللينكات ليك على طول. فلو في لسه عندك اي استفسار او اي حاجه فان شاء الله هنحاول نطور من الخدمه دي بتوفر عليك. انت طبعا انا بقول لك انت حر انت تقدر تشترك او ما تقدرش، كده كده انت الباتش مجرد ما ينزل هتلاقي اللينكات وهتحمل زيك زي اي حد. انا بقول لك لو انت حابب ان انت تاخد لينكات مباشره مرفوعه على ميديا فاير تمام، مش حابب براحتك انا ما عنديش مشكله، هي كلها على بعضها 100 جنيه بتدفعها في مده سنه، يعني الشهر الواحد مش طالع عليك ب 10 جنيه اصلا، يعني انت متخيل يعني مش طالع اصلا. فبس كده ده كان فيديو النهارده كان تفاصيل عن الاشتراك وانك ازاي تشترك والكلام ده. ف لو لسه عندك اي استفسار او اي حاجه تقدر تبعتها في اول كومنت.